محمد خلي وش راسه خليه يودعوا هذول ما بدنا خليهم يودعوا ايوه شوي يا جنات قلت ان شاء الله ان شاء الله شوي بلاش نحن البنات تكبير يا شباب يا شباب ارجعوا لورا ابعدوا الشباب يعني ماشي افتحوا الطريق شهيد اخوك يلا روح نكمل المسيره يا بابا رايح حبيبي يلا بس تودي طب وانت يلا روح كيف يا شباب شباب ما حد يشوف على الشباب يا صديقي هل مستني يا ايها الاحرار في كل مكان يا ايها الابرار ايها الفدائيون أيها القابضون على الجمر في زمن التردي أيها القائلون قولة الحق في هذا الزمن العصيب اليوم ستكون جنازة الشهيد البطل ساجد عبد الحكيم مزهر بعد صلاة العصر مباشرة ورسوم المنافين لا يليق بالبيان صدق ما عاهد الله عليه صادقون والله الذين عاهدوا الله على التضحيه والفداء من اجل انقاذ هذا الوطن تفرجونا ايها الاخوه مزهر الوطن وال مزهر ليس الشهيد الاول ولا الثاني ولا الثالث آل مزهر يتصدرون القائمة كما تزهر أشجار الربيع يزهر آل مزهر مع الأبطال في سباق الشهادة اختاره الله سبحانه وتعالى ساجد وعبد الحكيم ومزهر أسأل الله أن يتقبل شهداءنا جميعا وأن يشفي جرحانا جميعا وأن يطلق أسرانا ومعتقلينا جميعا هذا الشاب إلى الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يتقبله لا أريد أن أطيل عليكم بل متحدثون كفر نسأل الله أن يتقبل منكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله لقد كان فاجر إثارة الإيفاء وسلطانية الوفاء لقد كان لحن الوفاء بيننا ساجد الذي سجد من أجل هذه الأرض ومن أجل هذه القضية الذي يبلغنا رسالة الشهداء الوفية أن سيروا على دربها وانهجوا نهجها وانحوا نحوها وكونوا أوفياء لأرضكم لعرضكم لداركم لكي تعودوا ساجد مزهر ابن فلسطين ابن بيت لحم ابن مخيم الدهش الباسل والصامت في وجه الاحتلال ابن عائلة مزهر المناضلة المكافحة التي قدمت الشهيدة والشهيد اليوم أيها الإخوة نشيع هذا الشهيد إلى جنات الخلد بإذن الله ولكننا نقول أن الجريمة الكبرى التي ارتكبها الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على شاب يرتدي رداء الإسعاف وعلاماته بارزة وواضحة وهو يحاول أن يتقدم من جريح ينزف على الأرض أطلقوا عليه الرصاص
الحي لأنه فقط أراد أن يؤدي واجبه الإنساني تجاه الجرحى، أراد أن يؤدي واجبه الإنساني تجاه أبناء شعبه، وجعلوه ينضم اليوم إلى شهيدتنا رزان النجار التي سقطت برصاص الاحتلال المتفجر بنفس الطريقة. استسلام ومراجعة الهدم المسالم وهذا المحتم هو مصنع لهؤلاء الأبطال، والله سبحانه وتعالى وعد ووعده صادق. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فطالما أن أموالنا ودماؤنا وأنفسنا قد دفعت لله تعالى فإننا ننتظر من الله فوزا عظيما ونصرا كبيرا إن شاء الله. إلى حين صلاة العصر أبو عامر الحدى يتفضل بك كلمة قصيرة بعد قليل إن شاء الله صلاة العصر، ثم نصلي على الشهيد. زميلي الشهيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الله يرحم زميلنا والزميل يترحم عليه. زميل زميلنا طلب الإنسانية، طلب الحرية لأي فلسطيني. هنا هاي الرسالة اليوم. إحنا بنتشرف فيه نرفع رأسنا زي ما رفعنا رأسنا كثير شهداء متعبين وغير متعبين. نطلع لو استشهد 10 20 إحنا كلياتنا فدا فلسطين وفدا الدين. الله يرحمه وهو رايح وإحنا ناكلينه. اتشهد 3 4 مرات والله يرحمه عند ربه. نال الحرية اللي عند ربنا اللي كلياتنا ان شاء الله بنولها، يا بنولها الشهداء يا بنولها بتحرير كامل اراضي فلسطين. اترحموا عليه وبتمنى من الجميع يقرأ الفاتحة على روح زميلنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يلا 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 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأن زملاء الشهيد أكدوا المثاء نقله كان يتشاهد، وهذه أعلى درجات الشهادة. المدق الشهادتين وهو ذاهب إلى الله سبحانه وتعالى. هنيئا لباب مريم، وهنيئا لأهل الشهيد كلهم. تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وهنيئا لمن كان يتشاهد، فليدق الشهادتين أثناء العملية. بارك الله.